السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا ربي دايما تكونوا بخير. ومعانا النهارده فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما ننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناه عشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. خبرنا النهارده بيتكلم عن سمارة ابو جبل، وهي كانت في احتفال رائع جدا بصديقتها عشان عيد ميلادها، وطبعا ظهرت معاها، وطبعا صديقتها هنتها جدا وهي قالت ان هي بتحبها قوي قوي، وقعدت وحضرت العيد ميلاد واحتفلت بعيد ميلاد صاحبتها هي وباقه من الزملاء. وطبعا هي بتقول ان الجزائر هي اول بلد للمقاومة، والجزائر دي قطعة من قلبها، هي بتحب الجزائر جدا، وبتنصح الناس كمان بنصيحة ان دايما انت ما تزعلش نفسك عشان خاطر حد، ولا تعكر مزاجك عشان خاطر حد. محدش يستاهل ان انت تزعل علشانه، ولا توقف حياتك ولا سعادتك عشان خاطر حد زعل. نالها طبعا التوفيق في حياتها كلها، وربنا يكرمها ان شاء الله ويكرمها بالذرية الصالحة. ونشوفكم فيديو جديد وخبر جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا دايما هتلاقوا عندنا هنا كل جديد.